سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ترأس امبارح اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث اللي استهدف عدد من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب، ووجه سيادته بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. امبارح سيادة الرئيس تلقى اتصال هاتفي من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. خلال الاتصال أعرب ملك الأردن عن خالص العزاء للسيد الرئيس وللشعب المصري في شهداء القوات المسلحة اللي استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر اللي وقع في شمال سيناء. أكد على تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. كمان تلقى سيادة الرئيس اتصال هاتفي من الرئيس التونسي قيس سعيد اللي قدم العزاء للسيد الرئيس ومصر حكومة وشعبا في شهداء القوات المسلحة اللي استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي اللي وقع في غرب سيناء، وأكد وقوف تونس بجانب مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذورها. كمان سيادة الرئيس تلقى اتصال من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني اللي أعرب للرئيس عن خالص التعازي في شهداء العملية الإرهابية والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أكد الفريق البرهان تضامن ومساندة السودان لمصر في جهود مكافحة الإرهاب. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والموضوعات المهمه، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركه القطاع الخاص، واعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي ل 37.123 مليار دولار، واخبار ثانيه كتير هنتابعها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم. وقال رئيس الوزراء إن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكمان مشروعات التطوير اللي بتحصل في حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وقال إن الدولة بتستهدف بناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة لتحسين العمران بما يليق بالمواطن المصري. كمان امبارح رئيس الوزراء استعرض ملفات عمل وزارة المالية، وخلال الاجتماع تم التأكيد على إن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية. امبارح الحكومة نفت الأخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا بخصوص حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية في حال عدم سداد المصروفات. الحكومة قالت إن الكلام ده مش حقيقي، وزارة التعليم العالي لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، ومفيش أي ربط ما بين المصروفات وأداء الامتحانات.
كمان امبارح أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ل 37.123 مليار دولار بنهاية إبريل 2022 مقابل 37.82 مليار دولار بنهاية مارس 2022 بزيادة قدرها 41 مليون دولار. أما بالنسبة لجولة المحافظات، معنا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها إلغاء الاحتفال العيد القومي في دمياط حدادا طبعا على أرواح الشهداء، بالإضافة إلى حظر سير التوك توك في هضبة الأهرام بالجيزة، وزيادة الكركات العاملة في تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس إلى 8 كركات، وأخبار أخرى من الإسكندرية والإسماعيلية انتبهها في هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أعلن إنه خلال الربع الأول من 2022 وصل حجم صادرات المحافظة من المحاصيل الزراعية حوالي 42.7 مليون طن من الخضروات والفواكه والمحاصيل الحقلية والنباتات العطرية والطبية، وده بقيمة حوالي 129.9 مليون دولار. كمان امبارح أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس دخول الكراكة طارق بن زياد، إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وبكده بيصل إجمالي عدد الكراكات اللي بتشتغل في المشروع 8 كراكات، وقال إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بيمضي بخطى متسارعة وفقاً للجدول الزمني المحدد. في محافظة دمياط تم إلغاء فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة واقتصرها فقط على افتتاح عدد من المشروعات، وده حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار. في الإسكندرية أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه هيتم فرض غرامات على مستأجري الشواطئ اللي بيسمحوا للعمال بفرض الإكراميات على المواطنين، وقالت إن الظاهرة دي هيتم منعها تماماً وهيتم نشر مراقبين على الشواطئ. في محافظة الجيزة تم حظر سير التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، وتنفيذ حملات مرورية مكثفة لتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.